السلام عليكم متابعي قناة مجلة الأسرار. يعاني الكثير من الناس وخصوصا في مرحلة الشباب من ظهور بثور على بشرتهم تسمى حب الشباب، والتي تتطور مع الوقت وربما تخلف ندوبا وأثار قد لا تزول حتى بعد الشفاء. ولحسن الحظ أننا سنعطيكم بعض الإرشادات لإزالة حب الشباب من بشرتكم. تابعوا معنا الحلقة إلى الأخير وسوف تتعرفون على بعض الإرشادات المنزلية والعلاجات المنزلية للتخلص من حب الشباب. قبل ذلك ندعوكم للاشتراك في القناة بالضغط على زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو والضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء لكي يستفيدوا أيضا. حب الشباب هو إحدى الالتهابات المزمنة التي تصيب البشرة، وعادة ما يصيب الوجه والرقبة ومنطقة الصدر، الظهر والمنطقة العليا من الذراعين. قد تختلف حدة حب الشباب بحسب نوع البشرة، كما أنه لا يختص بمرحلة عمرية معينة، فكما يعاني منه المراهقون يعاني العديد من البالغين أيضا من حب الشباب. أسباب ظهور حب الشباب: عادة ما يظهر حب الشباب نتيجة بعض العوامل المختلفة، مثلا البشرة الدهنية هي الأكثر عرضة لظهور حب الشباب نتيجة زيادة إفرازات دهون البشرة، لذلك فإن أصحاب البشرة الدهنية دائما ما يعانون من مشكلة حب الشباب. فرك الوجه: الكثير من الشباب يقومون بفرك الوجه وفرقعة تلك البثور، مما يساعد في انتشار البكتيريا على الوجه. تناول بعض الأدوية المضرة: فتناول بعض الأدوية مثل ستيرويد والأستروجين، والتي تحتوي أيضا على الأندروجين والليثيوم، قد تتسبب أي من تلك العقاقير في ظهور حب الشباب. كذلك استخدام منتجات العناية بالشعر أو البشرة الزيتية تؤدي لظهور حب الشباب. هناك أيضا بعض الأسباب الوراثية، فقد يكون هناك تاريخ عائلي مع حب الشباب. لنتعرف الآن على بعض العلاجات المنزلية الفعالة للتخلص من حب الشباب. قشور البرتقال: تطحن قشور البرتقال المجففة مع القليل من الماء ثم تستعمل على المناطق المصابة. ثانيا عصير الليمون: يستعمل عصير الليمون في الأماكن المصابة من البشرة بانتظام للتخلص من حب الشباب والبثور، وقد أظهر نتائج مذهلة ومجردة. ثالثا الثوم: تستعمل فصوص الثوم الطازجة المقطعة في تدليك المنطقة المصابة لعدة مرات خلال اليوم، فهي تساعد على التخلص من البقع الداكنة على البشرة والبثور أيضا. فتناول من 2 إلى 3 فصوص من الثوم النيئ يوميا يساعد على تنقية الدم والوقاية من ظهور حب الشباب. رابعا النعناع أو الكزبرة: ملعقة صغيرة من عصير النعناع أو الكزبرة مخلوطة مع القليل من الكركم هي علاج فعال للتخلص من الرؤوس السوداء والبثور. يستعمل هذا الخليط على البشرة ثم يغسل جيدا قبل الذهاب للنوم. خامسا الحلبة: تستعمل عجينة من أوراق الحلبة على الوجه كل ليلة قبل الذهاب للنوم، ثم تغسل بالماء الدافئ في الصباح، وهي فعالة للتخلص من الرؤوس السوداء والبثور. سادسا الخيار: يستعمل الخيار المبروش على الوجه والعينين والرقبة لمدة 15 إلى 20 دقيقة ليعطي نتائج مذهلة، كما أن استخدامه المنتظم على البشرة يمنع ظهور البثور والرؤوس السوداء. سابعا جوزة الطيب: يستعمل مسحوق جوزة الطيب من الحليب البارد ثم يوضع على البشرة لعدة ساعات، فيساعد ذلك على اختفاء البثور دون أن تترك أي أثر. ثامنا القرفة مع العسل: يستعمل خليط القرفة مع العسل على البثور قبل النوم، يترك لليوم الثاني ثم يغسل بالماء الدافئ عند الصباح. تاسعا زيت شجرة الشاي: أحد المواد الفعالة ضد حب الشباب، فهو يحتوي على عناصر مضادة للبكتيريا تسمى التربينات، وعادة ما يظهر حب الشباب نتيجة للبكتيريا، فتقوم مادة التربينات إما بقتل البكتيريا أو بإضعافها كي تموت نتيجة تدميرها من خلال الأجسام المضادة الطبيعية على البشرة. عاشرا النظام الغذائي لعلاج حب الشباب: لعلاج حب الشباب لابد أن يتناول الشخص المصاب الفواكه والخضروات الغنية خلال النظام الغذائي لمدة أسبوع على الأقل ضمن 3 وجبات يومية، وخاصة الفواكه الطازجة مثل التفاح، الكنثري، العنب، الأناناس، مع عدم شرب أي مشروبات عدا الماء أو الليمون غير المحلى. اللحوم، السكريات، الشاي والقهوة، المخللات، المشروبات الغازية، الحلوى، الآيس كريم، الأطعمة المعلبة، كل تلك الأطعمة لا بد من تجنبها قدر الإمكان للحصول على نتائج أفضل والقضاء على حب الشباب بشكل نهائي.